وقع وزير البترول طارق المولا اتفاقيتين جديدتين مع شركتي ترانس جلوب الكندية وفاروس إنرجي للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية بإجمالي استثمارات جديدة يبلغ حدها الأدنى نحو 506 ملايين دولار، ومنح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئرا. وأوضح الوزير أن الاتفاقيتين تستهدفان زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات بعدد من مناطق الامتياز واستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج، بما يسهم في زيادة الاحتياطات والإنتاج البترولي بتلك المناطق.